play a game until you set it up. Okay, yes, please do. طيب بي في بي بروح اسوي الميشنز. طبعا كل اللي بيلعبوا الجيم بيقولوا لي اهم شيء تروح تسوي الميشنز عشان بعد لما تسوي الميشنز تروح تفك حاجات اسرع. انا اوريدي مسوي ايش الميشنز اللي مسويها هذه فكيتها ذيك. بيقول لحد يفك الريوردز هذه لين تعرف ايش الشامبيونز اللي تبغى تلعبها في الجيم. ليش؟ لانه من يوم ما تفك الريورد في بعض الريورد لازم تختار فيها الشامبيونز اللي تبغى تلعبها. يعني زي كذا اهو في بعض الريورد تفك لك شامبيونز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب. جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجوده فيه ماخوذه من بث اليومي على منصه تويتش. اللينك موجود تحت في الديسكربشن. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وان شاء الله تنبسط. اوكي انا مسوي نودستر موديل وبرضه جاء ايش ولا جات مكالمه. هذه المشكله قفل ام المكالمات مره مو وقتك يا تقول لي قفل ام المكالمات. معليش عيال كيف تقفل ام المكالمات؟ تسوي الايربلين مود. احلى شيء في الجيم هذا تلعب تتبطح انك تنسدح. ايه تنسدح. تقييمك للعبه والله يعني بالنسبه للعبه جوال مره يعني متحضره. ياسمو معكم الفوز مضمون. جربتها جيمين وافضل شيء الجيم سريع مره صراحه. ياس الجيم مره سريع يعني هذه واحده من الميزات اللي مره مهمه بالنسبه لي مره مهمه. طبعا عشان ما يخلوك تلعب انت طبعا الريد سايد والبلو سايد. البلو سايد تلعب من تحت الريد سايد برضو تلعب من فوق بس يقلبوا لك الشاشه يعفط لك ايه عشان ما تلخبط يعني. فهو يسوي لين سواب بس يصير التوب يصير مثلا البوت سايد يصير توب يعني عشانكم انتوا دحين في الريد سايد فاهمين. والله تراكبت لين الدنيا. انا كان المفروض اخذ دبليو اول عمر تراي هاردنج بالضبط. اي الدبليو از كليكابل. اوكي هيتنج اكتف جنريت شيلد. اشغل الشيلد من فاول. ما راضي يمشي. حسوي شفت اللين. لا تشوفهم لا تشوفهم. جاوت هات. نعم ما يدرون. كيف سويت التي كنت ليفل 5؟ الالتي في ليفل 5 الحين ما هو في ليفل 6 هنا. يعني اللي شفت سو فار في الجيم هذا عشان تفوز والله يسبت بشرط نفس الشيء والله يسبت بوش وخلص. وشوفوا في الميني ماب الهاني فروتس تبان شايفينها يعني في الميني ماب في اكثر من هاني فروت خضره كده صغيره في الميني ماب. I'm going. I'm dead.
باغون 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 لا اوبن بيتا يا نور اتوقع فيه الرانك الحين فتح بس ما ادري الرانك فتح هي الرانك فتح بس لازم توصل ليفل 10 اظن ايه تستهبل انا صارت لك بشوي اوه امكرداي 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 ايوه يا شيخ انا شوف وكم والله يا سو خلص الجيم فينيش 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 بنت كيل هو ياسو حتى ياسو حتى ياسو هنا هل كل السيرفرات يلعبون ويا بعض اظن طريقتها انه يلعبوك على اقرب سيرفر لك يعني بس هم يدوروا لك بنفسهم انت ما تعرف سند سعودي اب ستور هي موجود في سعودي اب ستور جي جي عيال ايزي ويل بلايد في مشروع عيال نقلب الستريم يعني قد ما نقدر عربي ايش رايكم هاو ماني سيرفر علم نفسك يا انا ما بتكلم مع ستريم يا حبيبي اوكي ثلاث ارباعهم يتكلموا انجليزي لان انا اي واحد يتكلم انجليزي يرد انجليزي اوتوماتيكلي فاهم لازم انا ما كده يشتغل لما اشوف واحد يتكلم انجليزي افكر بالانجليزي اصلا فبس التفكير للغه ناقص اي والله لما تفكر بالعربي ولا بالانجليزي بالله افكر ما ادري افكر نقطه نقطة. ما في لغة للتفكير. لا لا. Not in your head when you're thinking about something. What language does it come? من جد. أنا من كثر ما تعودت على الإنجليزي التفكير صار بالإنجليزي. لما تكلم نفسك في راسك الله يرحم لأبوك ما تكلم نفسك. ما كل لا أنا أكلم نفسي. عرفت ما. إيوة. إيش so complicated. What am I going to do today? I'm thinking I'm gonna kill someone. Someone is gonna kill me. بالعربي ولا بالإنجليزي؟ yes. بالعربي ولا بالانجليزي؟ ما ادري ما جربته اجرب كورج بس نيفر وين تجرب انت ما تدري اتس ناتشرال ما افكر انا بلغه الاشاره عزوزي كلنا ما يفكر اصلا ما شاء الله بلانك بروتكت اور لاند وش الضحكة دي؟ هذه الضحكة حقت لما تقتل واحد باحتقار بحقارة كذا. قارن مريض في كل مكان يا عيال بدو We are the vanguard عدت اوه 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 اوه